إذا جاريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء، وما من شدة إلا سيأتي لها من بعد شدتها رخاء. لقد جربت هذا الدهر حتى أفادت التجارب والعناء. يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. قال والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. إذا لم تخش عقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء.